ايه يا برشام طمني، ايه المزاد خلص ودفعت الفلوس وخلصت العربيات وتمام؟ فلوس ايه؟ 2 مليون جنيه. نعم بتقول ايه يا روح امك؟ 2 مليون جنيه ايه؟ ورق ايه؟ ورق ابيض؟ انت بتستهبل يالا؟ 2 مليون جنيه ورق ابيض يالا؟ انت بتستهبل يا روح امك ولا ايه؟ صدقوا يا شيكو الشنطة اتبدلت. ايوه يا شيكو الشنطة اللي معايا دي هي اللي كان فيها الـ2 مليون جنيه. انا عارف دلوقتي انك هتتجنن وعمال تفكر ازاي ده حصل. ستيشن مشكلتك يا شيكو يا مدريد انك غبي وبتنسى بسرعة كده بقى نقدر نتفاهم مع بعض عشان اخد حقي وحق سيد الحاوي متخافش يا شيكو مش هموتك هي الحياة يا رجالة تنفع من غير المعلم شيكو مدريد ستيشن حق سيد الحاوي 1,750,000 جنيه دول بقى يا شيكو بقى الـ2 مليون جنيه تعرفني حقاني وما دخلش بقي حاجة مش بتاعتي مش قبل ما أعلم عليك يا شيكو عشان تعرف ان ميشو الحاوي ما بيسيبش حقه ولا حق ابوه بومبوني جاهز جاهز يا استاذ متنساش بقى لما رجالتك يرجعوا لك بالسلامة يعملوا لك ليمون أو حاجة ساقعة عشان تروقك لأحسن شكلك تعبان قوي براه عليك يا ميشو الفلوس تمام التمام 1,750,000 براه عليك هادي بونبوني امسك تسلم يا كبير يا ستيشن هتعيط ولا ايه امسك انت كمان تذكر يا معلم تذكر انما انت كنت يا بونبوني مخبي علينا ليه انا عمري ما كنت خايف أنا بس زعلت منك من اللي أنت عملته فيا في المحل. لما سبتك ورحت اشتغلت مع الزفت اللي اسمه شيكو كان قصدي اشتغل وخلاص مش كان قصدي أبقى ضدك. بس أنت لو عايزني أسيبه أنا هسيبه. لسه زعلان مني يا صاحبي؟ على العموم يا ميشو لو أنت استغنيت عني أنا ممكن أستغنى عنك. أنت عارف لو احتجتني في ايدي جنبك يا صاحبي وساعة لما عايزك لقاك اصيل يا بونبوني طمرت فيك السرقة ايوه طمرت فيك ميشو نصيبك يا حبيبي لا يا سيد
انا المره دي مش هاخد حاجه. اها اعتبرهم حلاوه الرجوع. جدع يا ولد ابوك، والله جدع يا ابوك. انزل بقى انا اشيلهم في البنك الخصوصي بتاعي. ايه جا عندك يا معلم؟ لا بعينك. ايش 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 عندك يا معلم؟ بقول لك يا سيد، ايه ما تطلعهمش بقى في جوازه جديده سيكا. لا اطمن اطمن يا ميشو، جوازه جديده هبقى واخد احتياطي تمام. المهم مش هتقول انت ناوي على ايه؟ تك على الصبر يا سيد، لما الليله كلها تكمل في دماغي هبقول لك. المهم ان احنا خلصنا من موضوع شيكو مدريد ده. شيكو مدريد، ياما نفسي اشوفه دلوقتي وهو مذلول بعد ما خد الالم ده على وشه. بيشو الحاوي عاوز لبسني طرحة. عارفين ليه عاوز لبسني طرحة؟ عشان يخليني زي النسوان اللي قاعد في البيت. بيشو الحاوي علم عليا ب2 مليون جنيه. عارفين ليه؟ علشان انا عندي رجالة ورق، شوية حمير وبار. ازاي يا برشام الكلب تتبدل الشنطة وانت مع بنبون الكلب؟ كنت نايم على ايه؟ انا ما كنتش بدي اخوانا يا استاذ. استاذ ايه بقى منك ليه؟ استاذ ايه؟ وخلاص شيكو مدريد بقى تلميذ. الاستاذ اللي بجد ميشو الحاوي اللي علم عليا ب2 مليون جنيه. بس انا كمان كان لازم افهم ان بنبون الكلب ده عميل مستوى. معلش ما هو طباخ السم برضه بيدوقه. وزي ما انا ظبطت سيد الحق والبنت سميره، مش الحق بيظبط بالولا بابوري. ماشي ملحوقه ملحوقه يا ميشو انت وسيد الحاوي. بس المره اللي جايه بقى بموتها، واللي يقف قدام شيكو مدريد يبقى يستحمل بقى. وإيفري سينك سوكي. الحمد لله على السلامة مستر بدران، نورت مصر. ثانك يو ثانك يو مستر سكر. ثانك يو مستر سكر. شي جيسي وان اوف ذا تيم، هتفضل معايا لحد ما نخلص العملية. اهلا وسهلا مس جيسي، ويلكم. نايس تو ميت يو، وير وي جوينج؟ احنا هنطلع دلوقتي على الفيلا القديمة اللي هنجهز فيها للعملية، وهناك خواجة انتوني وعنابي بيه كمان. ده أأمن مكان دورت عليه ولقيته يا خواجة عشان نجهز منه العملية. الدرادو محتاجة قد ايه من الرجال والسلاح؟ أنا مجهز له كل اللي هيحتاجه وهيكونوا هنا بعد ساعتين. أنا احتاج خريطة، سير التمثال، الطرق اللي هيمشي فيها. مجهزها لك وموجودة. سكر جاهز يا باشا. جيسي هحتاج 6 أشخاص بيستعملوا سلاح كويس، ده غير القنابل اليدوية، يمكن يحصل حاجة. كمان جهز لي عربيتين. جهز له كل اللي هو عايزه. اعمل معروف، ايديك شايفه بيتكلم ازاي. امتى ميعاد تحرك التمثال؟ بكرة الساعة 9 بالليل بالظبط. بكرة 9 بالليل. بكرة 9 بالليل. يبقى هنا مكان تنفيذ العملية. مستر الدرادو جيس